وإلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا لتوه، حيث أعلنت أجهزة الأمن القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي، وذلك بعد هروب المتهم في إحدى الشقق محاولا التخفي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليها داخل مدخل عقار وتحرشه بها. ويظهر أيضا الفيديو صاحبة كاميرا المراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة وبشرت النيابة التحقيق.